صواريخ الحوثي الباليستية تحت مرمى النيران الأمريكية والبريطانية. الجيش الأمريكي أعلن قصف صاروخ حوثي مضاد للسفن كان جاهزا للإطلاق، وقال إن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وسائل إعلام الحوثيين قالت إن الغارات استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة. ويأتي الهجوم الأمريكي بعد استهداف حوثي لناقلة نفط بريطانية في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية. ومنذ نوفمبر الماضي شن الحوثيون أكثر من 35 هجوماً على السفن عبر الممرات المائية، أمر استدعى تدخلاً عسكرياً أمريكياً بريطانياً اقتصر على شن غارات على مواقع الحوثيين بهدف الحد من قدراتهم العسكرية. ولم تنجح هذه العمليات حتى الآن بوقف هجمات الحوثي، ولكنها ستستمر لضمان أمن الملاحة كما يؤكد الجيش الأمريكي، لكن دون المخاطرة بحرب واسعة النطاق في المنطقة.